في احدث مراجعتها ام اس اي تضيف 12 سهما عربيا الى مؤشراتها خاصه ضمن المؤشرات القياسيه فما ابرز ما حملته هذه المراجعه بدايه بالاطلاع على المؤشر بشكل عام هذا المؤشر الذي يحتوي على ازيد من 1370 صندوق وعليه مجموعه من المؤشرات تقدر تقريبا بنحو 14 تريليون دولار طبعا هذا المؤشر حتى اللحظه ينضم اليه أو تحت غطائه 24 دولة بالمجمل تستحوذ الصين على النسبة الأكبر فيه تقريبا بنسبة 25% في المئة. أما الأسواق العربية المتواجدة والمنظمة تحت هذا المؤشر لدينا مصر قطر الكويت المملكة العربية السعودية إضافة إلى الإمارات مع سعي عدد من البورصات في المنطقة العربية للانضمام عبر استيفاء الشروط لكن بداية بالتفصيل لما حدث من المراجعة للمؤشرات السعودية إنضمام سهم صال للخدمات اللوجستية وذلك إلى المؤشر القياسي طبعا الملكية الأجنبية الحالية ضمن هذا السهم تقدر عند الثلاثة وأربعة عشر النقطة المئوية وهو ما حفز من خلال التقديرات والمعايير للإنضمام إلى هذا المستوى أداء السهم كان لافتا منذ بداية العام 2024 يرتفع تقريبا بأربعين في المئة ومكررات الربحية له عند الخمسة وثلاثين مرة دائما مع السوق السعودي لكن in في بقية المؤشرات نتحدث هنا عن الانضمام لمؤشر الشركات الصغيرة لدينا عدد من الشركات عذيب للاتصالات مجموعة الببطين أفالون فارما المتطورة وميد جولف. وبالتالي تقريبا كنا مع عدد واسع من الشركات التي انضمت إلى مؤشر ذات الأوزان الصغيرة والمتوسطة في المقابل كان لدينا عدد من الشركات الأخرى التي غادرت هذا المؤشر على غرار سينومي أملاك المصافي إضافة إلى الرياض ريت وساكو وبالتالي كانت هناك دخول عدد من الشركات في المقابل تبعه خروج شركات اخرى، لكن ما الذي حدث في المراجعه في مصر كان لافتا هو الترقيه التي طالت مجموعه طلعه مصطفى من الشركات ذات الوزن الصغير الى المؤشر القياسي العالمي وبالتالي نتحدث عن شركتين كل من طلعه مصطفى وصالفي السعوديه منضمان تحت اللواء والقطاع العالمي للترقيه بينما كان هناك تخفيض لا اي اف جي القابضه وذلك من المستوى القياسي الى مؤشر الشركات الصغيره، بالاطلاع كذلك على بقيه ما حدث في مصر، خروج تقريبا اربع شركات من المؤشرات ذات الوزن الصغير، نتحدث عن مستشفى كيلوباترا، مصر الجديده للاسكان، موبكو وكذلك القاهره للاستثمار، بالعوده واتجاه البوصله لبقيه الاسواق الاخرى، نتحدث بدايه عن الامارات، لدينا تاكسي دبي اضافه الى فونكس، الملك الاجنبيه مرتفعه في كلا الشركتين وبالتالي هو ما دعم وعزز الانضمام الاخير في بقيه الشركات الاخرى في مختلف الاسواق لدينا في مؤشر الشركات الصغيره في قطر لدينا انضمام ميزه القطريه وخروج كل من الرعايه الطبيه والصحيه وبالتالي كان لدينا 12 سهما وافدا جديدا على مؤشر الام اس اي في مراجعته الاخيره